الله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله أننا في هذا الشهر العظيم الذي اجتمع فيه من الفضائل أعمال فاضلة وقد ذكرنا أن هذا الشهر العظيم فضل على سائر الشهور لاجتماع أعمال فاضلة في هذا الشهر العظيم ولأنه شهر القرآن الشهر العظيم الذي نزل فيه القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويحدثنا عن عبادة جليلة عظيمة في هذا الشهر العظيم ألا وهي عبادة قيام الليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا أي إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بفرضية الصيام واحتسابا للأجر من عند الله عز وجل فقد غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن بطال رحمة الله عليه في شرحه لصحيح البخاري إن الأعمال الصالحة لا تزكو ولا تتقبل ولا يقبلها الله عز وجل إلا مع الاحتساب وصدق النية أي عمل تعمل لا يتقبله الله عز وجل ولا تنتفع بهذا العمل ولا يزكو هذا العمل إلا بالنية وبصدق النية واحتساب الأجر عند الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وقد ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الليل ومما ورد في كتاب الله عز وجل في فضل قيام الليل قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تتجافى جنوبهم عن المضاجع وهذا كما قال ابن كثير رحمة الله عليه المقصود منه هو قيام الليل أي أنهم يقومون الليل فيتركون المضجع ويذهبون لقيام الليل قال الله في حقهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أي مع كونهم يقيمون الليل ويتعبدون لله عز وجل ويبيتون لربهم سجدا وقياما ومع أنهم ينفقون النفقات على الفقراء يزكون أموالهم
ويتصدقون من أموالهم، ومع ذلك يدعون ربهم خوفا وطمعا. ثم قال الله عز وجل في جزاء هؤلاء: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: أنهم لما أخفوا أعمالهم، أخفوا أعمالهم لأن قيام الليل يكون بينك وبين الله عز وجل، لا يعلم به أحد إلا الله عز وجل، لا يعلم أحد أنك تقوم الليل، فقد أخفى الله عز وجل لهم من النعيم واللذات ما لم ترى عين ولم تسمع أذن. فالجزاء من جنس العمل، فإنهم قد أخفوا أعمالهم وقاموا الليل لله عز وجل في الخفاء، فكان جزاؤهم أن الله عز وجل أخفى ثواب هذا العمل، فلم ترى هذا العمل الذي عملوه من النعيم واللذات ما لم تر عين قط ولم تسمع أذن قط. ومن فضائل قيام الليل أنه من صفات المتقين. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقد وصف الله عز وجل المتقين وجعل من صفاتهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا يقيمون الليل، وبالأسحار هم يستغفرون. فعبادة قيام الليل من أشق العبادات على النفس. بل اعلم رحمك الله أن الذين يلهون ويلعبون ويشغلون وقتهم وليلهم في الجلوس على المقاهي أو مشاهدة الأفلام الإباحية أو مشاهدة الأفلام والمسرحيات والفضائيات والجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي لا يستوون مع من يقوم الليل بقراءة القرآن وبالذكر والاستغفار وبالصلاة في الليل. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل: هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ لا يستوون. لا يستوي من يقضي ليله في معصية الله عز وجل وفي الجلوس على المقاهي ويشغل وقته بالقيل والقال، مع من يقضي ليله في قراءة القرآن وتدبر كلام الله عز وجل وقيام الليل. لا يستوون. اعلم رحمك الله أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا أيضا يدلنا على فضل قيام الليل. قال ابن رجب الحنبلي: لماذا فضل الله عز وجل وفضل رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل على صلاة النهار؟ قال: لأنها تكون بينك وبين الله، تكون بينك وبين الله، فيها الإخلاص. الإخلاص يكون أكثر في صلاة الليل، لأنه لا يعلم بحالك إلا الله، وأيضا لأنها فيها مشقة على النفوس، مشقة على النفوس، ولأن أيضا صلاة الليل يكون فيها القراءة والتدبر، فيها القراءة بتدبر وخشوع وتأمل أكثر من صلاة النهار. اعلموا رحمكم الله أن أيضا من فضل قيام الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل سبب من أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فأطعموا الطعام وصلوا الأرحام
وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. واعلم رحمك الله أن قيام الليل هو شرف المؤمن، فشرف المؤمن ليس في منصبه ولا جاهه ولا امتلاكه للأموال، إنما شرف المؤمن في قيام الليل، كما صح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. شرف المؤمن قيامه بالليل. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله بن عمر لولا أنه لو كان يصلي بالليل. نعم هذا الرجل عبد الله بن عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يصلي بالليل. تأملوا، عبد الله بن عمر يسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نعم عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. فماذا كانت استجابته؟ لنقارن بين حالنا وبين حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. خطب كثيرة، مواعظ كثيرة وعديدة، لكننا لا نستجيب لذلك. نستمع إلى الخطباء في كل جمعة وفي كل يوم ونسمع النصح والإرشاد، ولكن من منا يستجيب لكلام الله ورسوله؟ هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سالم رحمة الله عليه، يقول فكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا ينام من الليل إلا قليلا، لا ينام من الليل إلا قليلا. هكذا كانت استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استجابة فورية لا فيها تسويف ولا فيها سؤال لما ولا كيف كما يفعل كثير من الناس، إنما مجرد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحث على قيام الليل يسرع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فكان كما قال سالم رحمة الله عليه أنه كان لا ينام من الليل إلا قليلا. واعلم رحمك الله أن قيام الليل يكون في وقت فاضل، في وقت فاضل ألا وهو الثلث الأخير من الليل. ربما أنت تقيم الليل في هذا الوقت الذي هو في آخر الليل الذي ينزل فيه ربنا في الثلث الأخير من الليل، كما صح عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، وذلك كل ليلة إلى سماء الدنيا، ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، وهل من سائل فأعطيه، وهل من داع فأجبه. فعندما تستيقظ في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل عندما من الآن مغرب إلى صلاة الفجر تقسمه ثلاثة أثلاث، إذا كان مثلا 12 شهرا 12 ساعة، فإن الأربع ساعات الأخيرة من الليل قبل الفجر هذه تسمى الثلث الأخير من الليل. في هذا الوقت الذي نقضيه في الجلوس على المقاهي أو في القيل والقالي أو في مشاهدة المباريات أو الأفلام أو المسلسلات أو البرامج التلفزيونية، في هذا الوقت ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله. لا نقول ينزل كما ينزل البشر، ولا نشبه صفات الرب سبحانه وتعالى بصفات البشر، إنما ينزل ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ماذا؟ يقول: هل من داع فأجبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل لك حاجة؟ إذا كانت لك حاجة فالجأ إلى الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل. ولذلك فإن طاووس ابن كيسان وهو أحد تابع التابعين أنه مر على رجل في وقت السحر في هذا الوقت فسأل عنه فقال: أهله إنه نائم.
فتعجب طاووس قال: كيف ينام في هذا الوقت، وقت النزول الإلهي، وقت استجابة الدعاء؟ فماذا لو خرج طاووس بن كيسان ورأى الناس وهم يجلسون على المقاهي، وهم يجلسون على مواقع التواصل الاجتماعي بالساعات الطويلة في وقت استجابة الدعاء؟ نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن من الأسباب المعينة على قيام الليل هو ترك الذنوب والمعاصي. فلقد شكى رجل إلى الفضيل بن عياض، فقيل له، قال له يعني يشتكي إليه أنه لا يستطيع أن يقوم الليل، فقال له: لقد كبلتك ذنوبك، كبلتك ذنوب، أي أن السبب في ذلك هو الذنوب. ولقد شكى بعض الناس لعبد الله بن مسعود فقالوا: إنا لا نستطيع أن نقيم الليل. قال: أقعدتكم ذنوبكم. الذنوب والمعاصي هي السبب. من يغتاب المسلمين بالنهار، من يجلس ويستمع إلى الأفلام الإباحية، من يتعامل بالربا، من يرتشي، من يترك صلاة الجماعة، كل هذه معاصي. من يفعل هذه المعاصي فإنها تكبله وتمنعه من قيام الليل. حتى قال الحسن البصري: إن الرجل لا يذنب الذنب فيحرم قيام الليل. إذا حرمت قيام الليل ففتش في نفسك، هل أنت من المغتابين؟ هل أنت من النمامين؟ هل أنت من آكل أموال الناس بالباطل؟ هل أنت من العاصين اللاهين؟ فتش في نفسك واعلم رحمك الله أن من الأسباب التي تعينك على قيام الليل هي الدعاء، أن تلجأ إلى الله عز وجل فتدعوه سبحانه وتعالى. وأيضا من الأسباب التي تعين على قيام الليل أكل الحلال. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يقول ابن كثير رحمة الله عليه: فأكل الحلال يعين على العمل الصالح، أكل الحلال يعين على العمل الصالح. فالله عز وجل جمع بين أكل الحلال والعمل الصالح، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ويحصل قيام الليل ولو بركعتين من الليل، ولو بركعتين من الايه، من الليل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فلو قمت من النوم وأيقظت زوجتك وصليت فقط ركعتين فإنك تكتب من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن من قام بعشر آيات كتب من لم يكتب من الغافلين. الذي يقوم بعشر آيات فقط لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وهذا كناية على الأجر العظيم والأجر الكثير. فإنك إذا قمت من الليل بعشر آيات فقط، كم تستغرق العشر آيات؟ عشر آيات من سورة عما، عشر آيات من النازعات، عشر آيات من سورة عبسة، من أي سورة من سور القرآن،
إذا قمت بها من الليل فقد فإنك لم تكتب من الغافلين. فإذا قمت بمئة آية يعني حوالي ثلاث صور من جزء عام من الكبار من الصور صورة عمة وعبسة والنزعة فأنت قد كتبت من القانتين. وإذا قمت بألف آية فأنت قد كتبت من المقنطرين. اعلموا رحمكم الله أننا في هذه الأيام المباركة قد انتصف شهر رمضان. انتصف شهر رمضان وما زال هناك من الناس ما يلهو وما يلعب، فأحسنوا فيما بقي يغفر الله لكم ما مضى وما بقي. أحسنوا فيما بقي، أحسنوا في أعمالكم. ما زال هناك من يتأخر عن الصلاة، وبعض الناس إذا جاءت العشر الأواسط من رمضان ماذا يفعلون؟ يفطرون عن الطاعة ويكسلون عن الطاعة. والله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. لكن للأسف الشديد نجد من الناس اجتهادا في أول الشهر، فإذا ما مر ووصلنا إلى العشر الأواخر من رمضان انصرف الناس عن المساجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا رمضان وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر من النيران. اللهم اغفر لوالدينا حيهم وميتهم، اللهم اغفر لوالدينا حيهم وميتهم، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والفقر، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والفقر، اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. اللهم